ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ طيب احنا النهارده كنا بنتكلم في بدايه الحلقه على ايه؟ على الزياره الميدانيه والمتابعه اللي عملها دوله رئيس الوزراء لبورسعيد ودمياط، كويس؟ وكان عندنا تقرير لطيف جدا بيرصد هذه الزياره، وكان في جوله لعدد من المشروعات اللي موجوده في المحافظتين، ده مهم. طيب تعالى نتكلم على مستقبل الصناعه، خلي بالك الصناعه دي مفتاح اي اقتصاد في الدنيا. ودايما هيبقى في حاجتين، في مستقبل الصناعة ونستطيع أن نتحدث عنها بالتنظير يعني الأرقام وما إلى ذلك، ونقدر نتكلم عنها بالواقع، الاتنين صح. الأصح منهم أنك تربط أو تخلق جسر ما بين التنظير وما بين الواقع. طيب معانا داخل الاستوديو، منورنا داخل الاستوديو، دكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. كله تمام؟ أهلا وسهلا. الصناعة هي مفتاح أي اقتصاد. حقيقي. وكنا بنتحدث قبل كده، يمكن السنة اللي فاتت اتكلمنا عنه، يمكن الرئيس حدد قال أنا عايز 100 مليار دولار صناعة، وأصبح هذا الرقم أعلى دلوقتي، بنتكلم على 20-30 نبقى 145 مليار دولار صناعة. بس الرئيس حط محدد مهم جدا، قال لازم نزود المكون المحلي في الصادرات المصرية، ما بقاش بصدر بمكون محلي منخفض فيبقى عمليا أنا بستورد برضو مش بصنع. وكنا بنقول إنه ده اقتباس من كلام حضرتك، الجسر ما بين أو الربط ما بين الجانب التنظيري والجانب الواقعي، عايز أفهم. الحقيقة أن مصر بعد 30 يونيو أخذت خطوات كبيرة جدا في رؤيتها 2030 في القطاع الصناعي، باعتبار أن ده القطاع اللي أنا يعني بشتغل فيه وعندي خبرة فيه، ويعني بقى لي 20-30 سنة شغال فيه. فخامة الرئيس والحكومة ودولة رئيس الوزراء، الحقيقة إحنا شغالين بقى على استراتيجية مصر 2030 بقى لنا فترة من 2000 من بداية الإصلاح الاقتصادي، ابتدينا نشتغل علشان نقدر نوصل لأن الصناعة تمثل نسبة أكبر من الواقع اللي كان موجود في 2011 و2010 اللي هي كانت لا تتجاوز 8-9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المصري، لأن نحن عايزين نوصل ل 30 و35%. 30 و35% هتعمل 145 مليار دولار أو تعمل 50 مليار دولار، 150 مليار دولار اللي احنا عايزينه. 9% كانت 18 مليار 17 مليار كان صادراتنا، احنا السنة دي 55 مليار، فاحنا ماشيين بالاتجاه. ومعدلات الزيادة دلوقتي على أرض الواقع ما بين اللي كان موجود وما بين الواقع. فالنهاردة احنا جمهورية مصر العربية، هل مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي المصري هي النسبة المرجوة حتى 18% اللي موجودة في 2023؟ لا، احنا عايزين يبقى عندنا خطة، والخطة دي تبقى مدروسة. فكان التخطيط هو رؤية المستقبل، فاحنا لازم نبقى عارفين ان المستقبل المفروض في سنة 24 يبقى كذا، 25 يبقى كذا، 26 يبقى كذا. طب ده هيبقى مجرد رؤية ولا حلم؟ الفرق كبير قوي بين الاثنين، لان الرؤية لازم تبقى مبنية على قواعد الأسس المتاحة، الإمكانيات، الموارد المتاحة في ايدي المادية والبشرية. التخطيط لازم يكون عندي مجموعة من الأهداف بحققها وأقدر أجيب هدف أو اتنين في وقت معين وزمن محدد. فدي ده رؤية التخطيط أو التخطيط الاستراتيجي اللي ما كانش موجود قبل كده. استراتيجية مصر 2030 ومنها الصناعة الحقيقة كانت محطوطة ومدروسة بشكل كبير جدا، أن أنت تبني انفراستراكشر، تجهز أراضي مرفقة، تجهز مناخ استثماري جاذب، تجهز تدريب لكوادر كبيرة جدا من خلال مدارس وجامعات فنية وتكنولوجية وتخصصات جديدة جدا، لأن الصناعة هي تطوير مستمر. وده اللي حصل، إن الشركات اللي كان عندها تجارب ابتدت معانا من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي زي كوريا وزي تشيلي وزي البرازيل وزي سنغافورة وزي تايوان، هم ابتدوا معانا، بس هم خدوا تجارب والتجارب قيموها وبعدين طوروها وبعدين ماشيين كمان في التطوير.
فاحنا ما عملناش كده وحصل عندنا بعض المشكلات اللي ما حصل ما كانش فيه الرؤيه. في تجربه بدات الصناعه بعديه، يعني كوريا الجنوبيه بدات تجربتها الصناعيه بعديه بكتير. يعني من بعد الحرب الكوريه وبعد كده يحاولوا يعملوا اعاده هيكله للاقتصاد، ثم بعد كده يبداوا يمشوا في مسارات اقتصاديه. نفس القصه سنغافوره الى اخره. عشان كده احنا خدنا تجارب الدول وخدنا مساهمه الصناعه في الناتج المحلي الاجمالي لمعظم الدول، وبعدين نبتدي نسقط على الدول اللي ممكن تكون ظروفها قريبة مننا. حلو. عدد السكان، المساحة الجغرافية، الموارد المتاحة. بالعكس احنا عندنا موارد طبيعية أكبر من دول كتير حوالينا في المنطقة، ومع ذلك مساهمة الصناعة عندهم زي ما أنا مثلا في الكتاب في 2020 لو خدنا دولة زي تركيا 220 مليار دولار، لو خدنا مثلا دولة يعني احنا بناخد اللي زينا والكبير. مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي الصيني كام؟ 5500 مليار. أمريكا 3500 مليار. طب البرازيل كام؟ 230 مليار. طب نيجي للدول العربية، إحنا في أفريقيا، أفريقيا مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم للأسف متدني جدا، لأن إحنا نيجي ناخد مثلا جنوب أفريقيا أعلى دولة في قارة أفريقيا كانت في 2020 99 مليار، وبعدين الجزائر بعدها 82 او 92، وبعدين مصر 88. فاحنا لازم دايما ندرس وناخد التجارب وناخد مساهمة الصناعة في الدول الناجحة، ونبقى عارفين ان مساهمة الصناعة هي اللي بتعمل القوة الاقتصادية والقوة العسكرية والقوة السياسية، بتعمل لك تواجد وتوازن موجود. ففي مجموعة السبعة ومجموعة العشرين دي كلها لما تيجي تراجع المساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي هتلاقي كبير قوي. ومن هنا احنا بنقول لمصر الحقيقة مصر 145 مليار، انا من وجهة نظري المفروض نوصل لهم سنتين ثلاثة مش في 2030. انا من وجهة نظري ليه؟ لان الجاب مش كبير، لكن احنا لو قدرنا نعمل عدد كبير من المصانع، نجذب استثمارات محلية استثمارات أجنبية، نهيئ المناخ الاستثماري، يبقى يعني حافظ على هامش الافضليات اللي موجود بيننا وبين الدول اللي احنا عندنا معاها اتفاقيات اقتصاديه، نزود عدد المكن، التوسع الافقي في المصانع بالنسبه اللي موجود والراسي، وبعدين جذب استثمارات جديده محليه واجنبيه. هنبتدي نشوف زي ما شفنا مثلا النهارده مثال دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الصناعة راحوا تابعوا المصنع بتاع الكاوتش النهاردة. هذا المصنع يعني في خلال شهرين ثلاثة هيغطي 25% من احتياجات مصر من الكاوتش الصغير. في خلال سنة أو اثنين يقدر يغطي احتياجات مصر من 75%، ودي أرقام كبيرة. الأرقام دي كنا بنستوردها. الفجوة اللي كانت جاية والمشكلة اللي حصلت لنا من أول كورونا، الحرب أوكرانيا، الحرب غزة، التجارب بتؤكد ان احنا لازم نرجع نفكر تاني ونزيد حجم مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، نزود القيمة المضافة على المنتجات. الصناعات تبقى صناعات تحويلية حقيقية، ان انا احول المادة الخام او شبه الخام لمنتج نهائي له قيمة وفاليو، واقدر اصدر جزء كبير جدا منه، واقدر اغطي احتياجات السوق المحلي بس طبقا للمعايير والستاندرد الدولي. حلو، هي بقى النقطة دي. أنا النهاردة عاوز أطور الصناعة بتاعتي وأحقق مستهدفات ال 145 مليار أو أكتر، أظن فيها أكتر من عامل. جزء من العوامل بتاعتها هي القدرة التمويلية علشان يبقى في عندي المكن على سبيل المثال. جزء من العوامل التانية هي وجود بنية أساسية، وجود بنية أساسية في الثمانينات غير البنية الأساسية بتاعت سنة 2000 ل 2010، غير البنية الأساسية لازم تبقى متوفرة النهاردة عشان نخلق جاذبية استثمارية لهذه البنية. البناء التشريعي اشتغلنا عليه على سبيل المثال، بس بيفضل لي مثلا أنا بدأت أخطو خطوات جديدة، فأنا يبقى في عندي عمالة فائقة المهارة. لما بدأنا نعمل المدارس المتخصصة جدا اللي بتاخد الطلبة على الفرازة عشان تديله الدبلوم بتاعه فيبقى زيه زي اللي بيتخرج من المدرسة في ألمانيا ولا في كلام من في إنجلترا ولا ما إلى ذلك. إيه تاني أنا محتاجه علشان أقدر أحرك الصناعة بتاعتي لقدام؟ معايير الجودة، يعني مش عايز بس أبقى مهتم بأن أنا بصدر لدول تبقى معايير جودتها قليلة، أنا عاوز أصدر اتحاد أوروبي، هعمل إيه؟ الحقيقة لابد من الفكر اللي بنسميه التوجه بالتصدير في أثناء تخطيط العمليات التصنيعية.
قبل ما افكر هطلع منتج انا بفكر ان المنتج ده اصلا طالع للعالميه من البدايه، وبالتالي عشان اعمل هذا المنتج طبقا للمعايير والمواصفات الدوليه يبقى نمره واحد، هقدر لازم يكون هذا المنتج على الستاندرد الدولي في المواصفات والجوده. نمره اتنين، لازم المنتج ده يكون له ميزه نسبيه في ان سعره يبقى قادر على المنافسه، لان هما حاجتين ما يتجزوش عن بعض. انا لا يمكن اتنازل عن الجوده والمواصفه مقابل السعر. انا دايما العميل مش هيبقى ساتسفايد غير لما ياخد حاجتين، ياخد جوده وسعر كويس مقارنه باي مصنع تاني لنفس السلعه ونفس المنتج اللي موجود على نفس الرف اللي انا هشتري منه. الصين بدات الاول بجوده اقل وقدامها سعر قليل، بس مشيت في الطريق بتاع ارفع معدلات الجوده عشان اقدر ابنتريت سوق الاتحاد الاوروبي. خدت قرارات مهمه جدا طبعا. خدت قرارات النهارده بقت هي اكبر مصنع في العالم للعربيات الكهرباء مثلا. هي دلوقتي بتصنع احسن بطاريه كهرباء في العالم. هي اللي بتصنعها، فعدت الناس اللي هي صنعتها. مظبوط، عدت الشركات الامريكيه. هو الصين تجربه فريده اصلا من نوعها، واحنا يعني مش عايزين ندخل ناخد التجربه الصينيه بس هي اللي هنشتغل عليها، لان ظروفها مختلفه. طبعا ظروفها مختلفه، اختلاف كل انه اشتغل على الريفرس انجينيرنج. صحيح. ويعني ابتدى ينقل التكنولوجيا، ابتدى يعمل كوبي منها وبعدين يبتدي يطورها وبعدين يبتدي. احنا مش عايزين ناخد التجربه دي، لكن احنا عندنا تجارب في مصر. احنا اولا عندنا المواد الخام، عندنا الطاقه، عندنا الباور، لان في معظم الدول المفروض ان 70% من الطاقه المنتجه فيها بتروح للصناعه و30% للمنزلي والتجاري. انا عندي طاقه بتروح للقطاع المنزلي. احنا عندنا العكس. فالنهارده خلاص احنا مصر، الناس اللي كانت بتقول احنا صرفنا كتير قوي في البنيه الاساسيه وفي الطرق وفي المنشات وفي المواني وفي الطاقه وفي النقل، كل ده هو ده الانفراستراكشر اللي انا محتاجه. كل ده هيخدم على ال 145 مليار اللي احنا عايزين نجيبهم بقى دول. نقدر نجيبهم بسرعه؟ نقدر نجيبهم بسرعه. احنا دلوقتي بقينا جاهزين. تاني دوله رئيس الوزراء ومع وزير الصناعه كانوا النهارده بورسعيد ودمياط. مدن، عملنا اربع مدن، عملنا الروبيك للجلود، وعملنا المدينه النسيجيه في بورسعيد، وعملنا مدينه الاساس في دمياط الجديده، وعملنا مدينه البلاستيك في مرغم في اسكندريه. طيب بنعمل حاجه ثانيه؟ عندنا مناطق بقى، عندنا منطقه غرب بورسعيد او شرق بورسعيد. شرق بورسعيد دي منطقه كبيره جدا، مصممه ان هي تشتغل في العربيات الكهرباء وفي النسيج وفي بعض الكيماويات وبعض الاسمده وهكذا. عندك منطقه شرق غرب الانطره، عندك منطقه السخنه، العين السخنه منطقه كبيره جدا جذبت استثمارات كبيره قوي من الصين، فيها منطقه كبيره. الكلام ده دلوقتي هينعكس على ان احنا يبقى عندنا فرصه ان احنا نلبي احتياجات سوق، نصدر نسب كبيره، نغطي احتياجات المستلزمات الانتاج والمواد الخام، وكمان نعرف احنا عندنا ميزه نسبيه تنافسيه في ايه. يعني انا لو انا حاسس ايه اللي ادخل في تصنيعه وايه اللي ما ادخلش. طبعا ادخل، انا عندي ميزه في النسبيه ده، مثلا عندي عماله سعرها كويس، عندي مواد خام سعرها كويس، اقدر التكنولوجي مش لازم تبقى هاي تك واقدر اشتغلها. الصين ساعات صناعات كلها مانيوال اصلا، لكن بيعملوها حلو، بيعملوها حلو. الصناعات الجلديه، الصناعات النسيجيه، عندنا صناعات نقدر، صناعات القائمه. انا يعني احنا عاملين حاجه اسمها الزراعه، ما بقتش زراعه، اسمها صناعه الزراعه. من اول ما صنع البذور وانتقيها وطلع الانواع اللي انا عايزها والمصدر اللي انا عايز اروح له، لعمليات الزراعه. ده علم وتقنيات وابحاث. طبعا ابحاث، لازم نشتغل على مراكز البحث والتطوير. الصناعه هي continuous improvement، R&D never تقف، never ان انت هتقف، فلازم تفضل على طول مستمر وهتطور بقى في صناعاتك وتطور في منتجاتك. انا كيلو النهارده، كيلو التمور اللي بننتجه مثلا يطلع من النخله ب 20 جنيه، انا ممكن اغلفه واعبيه واحط فيه فستقه واحط فيه مش عارف ايه واطلعه وابيعه مثلا ب 50 دولار. فهيفرق معايا كتير قوي. وهكذا صناعات اخرى كتيره قائمه النهارده. الجلود انا ممكن اصدر جلد خام زي ما هو كده ب 50 دولار، انا ممكن اصدر محفظه واحده بس من جلد معين ب 50 دولار. دول 50 دولار. فالفكر اصلا بتاع التصميم، العمليه التصنيع والمنتج الصناعي لازم يتبني على اسس دقيقه وسليمه علميه.
لازم نجري مع العالم ونبقى عارفين احنا نقدر نشتغل في صناعات اللي قائمة على المنتجات الغذائية. مصر فيها أكبر نهر على مستوى العالم، عندنا كميات مياه مش بطالة، فلازم أعظم بقى فكرة الري الطبيعي اللي كان موجود، مش هينفع، فلازم أنا أزرع بطريقة تانية مختلفة. هبقى عارف البصمة المائية لكل منتج قد إيه، كيلو الطماطم بيستهلك كم متر مكعب مياه، كيلو الرز بينتج كم متر مكعب، كيلو الكريز بياخد كم متر مكعب مياه. أنا ممكن أستبدل ده بده واصدر ده واجيب ده مكانه حاجه تانية. ان انا بشتغل زراعه اقتصاديه مش بزرع وخلاص. طبعا لازم يبقى يكون المنتج بتاعي اقتصادي. فكره ان انت محتاج يبقى عندك صناعات ضخمه وقويه، فكره ان القطاع العام بينافس القطاع الخاص، دي فكره خاطئه. النهارده في شركات ضخمه جدا جدا كبيره هي اللي بتلبي احتياجات القطاع الخاص، والاثنين بيقوموا مع بعض. وانا قلت قبل كده ان مصانع الحديد والصلب بتغذي كل المنتجات بتاع القطاع الخاص من اول العجله لحد الطياره. يعني لو عايز اصدر للي بيصنع طياره اصدر له صلب، واللي عايز يصنع عجله عندي هديله العجله هديله الصلب بتاعه. لكن لو انا ما عنديش المستلزمات الرئيسيه اللي هي هتلبي احتياجات الصناعات التحويليه الاخرى عشان السلسله تفضل دايره، صناعات منشآت ضخمه كبيره. طيب انا عايز استاذن حضرتك هروح لفاصل، وعايز بعد الفاصل هفكر معاك بصوت عالي، انا ينفع اقدر او هل نستطيع ان احنا نحط اجنده الصناعات اللي انا لازم اركز عليها، لان هي دي اللي انا اقدر يبقى ليا ميزه نسبيه فيها من حيث معايير الجوده وتوفر المواد الخام والمتانه والتنافسيه السعريه وما الى ذلك. ده من ناحيه. من ناحيه تانية في صناعات تانية زي صناعات العربيات بتحتاج مكن مش عندي، والمكن ده ما بتصدرش لكل من هب ودب خالص، ده هو بتصدر بالمزاج، مش بالمزاج بمعنى انا بحب وما بحبش، بس احنا هندي مصر المكن ده بيقعدوا يفكروا ولا لا. هروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. التطوير اللي بيحصل في كل المواني المصرية هو تطوير يعني الحقيقة غير مسبوق، وزي ما شفنا مواني زي السخنة ومينا اسكندرية والتطوير اللي تم فيهم. النهاردة الحقيقة كنا بنتابع مع يعني معالي وزير النقل التطوير اللي بيحصل في مينا دمياط، وتم عرض طبعا الخطة الكبيرة اللي بتحصل لهذا المينا ان شاء الله بالتلت محطات الكبار اللي هيبقوا موجودين، ويمكن احنا واقفين قدام محطة منهم وبنتابع الشغل اللي فيها. احنا عندنا محطة تحيا مصر 1 وتحيا مصر 2، وان شاء الله يمكن اول محطة منهم هتبدأ العمل زي ما شفنا كده، وتشرف فخامة الرئيس بافتتاح المحطة اللي كانت موجودة في مينا اسكندرية، هتبقى على نفس المستوى ان شاء الله هنا في مينا دمياط بإذن الله ابريل 2025. أهم حاجة يمكن البضائع اللي احنا تفقدناها وده شيء مفرح، دي كلها بضائع مصدرة، بضائع تصدير من كل المصانع المصرية. ويمكن لو حضراتكم تابعتوا هنلاقي كل حاجة بدءا من الحاصلات الزراعية الفريش أو الطازجة لغاية الحقيقة كل الصناعات اللي ممكن نقول عليها صناعات مهمة، صناعات بتروكيماويات، صناعات أثاث، صناعات حقيقة متقدمة. والحاجة الشيء اللي يفرح أيضا إنها مصدرة لكل دول العالم. اتكلمنا كلنا على ان شغلنا الشاغل واولوياتنا الفتره الجايه هي الصناعه، والحقيقه الصناعه يعني كل يعني الدوله الحقيقه بدءا من فخامه الرئيس والحكومه وكل المؤسسات التنفيذيه تعي تماما ان استدامه النمو وان احنا يبقى عندنا قدره على التعامل مع كل التحديات اللي احنا موجودين فيها هتبدا او هتبقى من خلال
التركيز على مجموعة من الصناعات أو الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة. طبعا بخلاف انه دكتور كمال منورنا جدا، الا انه اصبح في عندنا كمان بقى ايه اهتمام وهوايه مشتركه هي عربيات الكهرباء، فدي حاجه انا بنتكلم فيها يمكن في حلقات تانية بس او دلوقتي يعني هنكمل الاول الترحيب اولا بدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات. وانا كنت بتكلم على انه هل اقدر اعمل زي كتيب اجنده هسميها زي ما نسميها بالصناعات اللي لازم تبقى موجوده في مصر، لانه دي ليا فيها ميزات نسبيه فابقى قادر على تصنيعها وتصديرها باعلى معيار جوده. هل نقدر نعمل كده؟ احنا اوريدي عملنا كده. الله اكبر. طبعا انت عندك المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، المنطقه الاقتصاديه دي المنطقه دي فيها 6 مواني: بورسعيد، الادبيه، السخنه، عدد من المواني مربوطين على المنطقه دي كلها. فالمنطقة دي اصلا المواني دي اللي اتصرف عليها هتبقى مربوطه عليها كمان مينة العريش، والعريش مربوطه جزئيا بمينة سفاجة الى اخره وجرجوب، كل المناطق اللي موجوده في المنطقه دي كلها هتخدم عليها شبكه. مش بس كده، احنا عملنا الطريق القطارات اللي هي القطر السريع صحيح. فالنهارده بقى في شبكه طرق وشبكه قطارات ومواني، فكل البنيه الاساسيه في منطقة قناة السويس دي منطقة خاصة، منطقة تقدر تاخد فيها رخصة ذهبية لو انت هتطلع صناعات خاصة بالأكسجين، بالهيدروجين الأخضر، صناعات خاصة بالعربات الكهرباء اللي كنا بنتكلم عليها، لأن الصناعات الاستراتيجية أو السلع اللي مصر حطتها في إن هي دي تقدر عندها فرص كبيرة قوي فيها، منها صناعات السيارات وصناعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الخاصة بتكنولوجيا البيئة والمستقبل. في منطقة بورسعيد في الصناعات الخاصة بالتكنولوجيا وصناعات الهاي تك، صناعات النسيج مصر متقدمة فيها وتقدر تعمل تحقق فيها شغل جامد جدا جدا جدا، صناعات الأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية اللي هي زي الثلاجات والغسالات والبوتاجازات والتلفزيون، الكلام ده مصر عندها ميزة نسبية كبيرة جدا فيها. لكن في صناعات بتعمل بلقات في عمليات التصنيع وتعمل وفر كمان في بلقات كبيرة في عمليات الاستيراد. حلو. الصناعات اللي تعمل بلقات كبيرة هي صناعات الحديد الصلب، صناعات السفن، صناعات السيارات. أيوة. ومصر مؤهلة لهذا الكلام. يعني أنا وقادرة أنها تعمل هذا الكلام. أنا شفت إن إحنا بنعمل طفرات كبيرة في صناعة السفن والمراكب واليخوت وما إلى ذلك ما بين اسكندرية والغردقة والعين السخنة وبتاع. لسه كنت أقرا على مصنع في الغردقة بيعمل يخوت غير قابلة للغرق مثلا وتصنيع محلي. فانا عامل ده، عايز فعلا بفكر بصوت عالي انا ليه ما بصنعش عربيه مصري البراند المصري، او على الاقل ابدا اخش في تصنيع العربيات بس بمكون اكتر من المكون الشهير 40%. ده انا بقى لي في ال 40% دلوقتي داخلي على 30 سنه. هو زي ما حضرتك ذكرت في الاول، هل انا الناس اللي بره اللي عندها النو هاو والهاي تك هتديني كل حاجة؟ أيوة. ولا مش هتديني؟ الطبيعي ان هي مش هتديني، لان الفرص لا تأتي سدى، الفرص بتأتي اقتناص. فلابد اكون انا مجهز نفسي كويس جدا، مجهز الانفراستراكشر بتاعتي، مجهز المصانع، مجهز الناس، مدربها، معلمها. انا اطلع الهاي تك بتاعتي كمان لازم الناس عندي طبعا تشتغل، والمدارس سواء مدارس تكنولوجية او جامعات تكنولوجية او كليات هندسة او حتى ابحاث متطورة لازم المصانع والشركات عندي يبقى فيها ريسيرش اند ديفلوبمنت، الناس بتاعت اللي تشتغل وتعمل الار اند دي وتطلع المنتجات، ويبقى عندي الحاضنات التكنولوجية زي ما حضرتك ظهرت او زي ما احنا بنتكلم دايما، بيبقى عندنا ناس من نوابغ بس محتاجة الفرصة، محتاجة المناخ، محتاجة الجو اللي تقدر تشتغل وتبدع فيه. فاحنا لازم كل ده نخلي بالنا منه ونعمله، سواء في قطاع التدريب او في قطاع التعليم او في ان احنا نبقى مجهزين ان احنا نعمل التكنولوجي بتاعتنا ونطلع عربيه ببراند مصري باسم مصري بتكنولوجي مصري. لكن انا لو صنعت مثلا 40 50 60 فما فيش اي مانع ان انا ابتدي ان انا يبقى عندي ابتدي بعربيه
نسبة المكان المحلي فيها 40%، لكن يكون عندي خطة واضحة ومحددة المدة لزيادة نسبة إن أنا أوصل لمئة في المئة أو 90% أو 80%. مش بس كده، وابتدي أصدر أنا كمان التكنولوجيا، لأن أنا لما أعمل تكنولوجيا أو أعمل براند وانجح فيه أنا هقدر أصدره، هقدر أنا الناس تيجي تطلبني إن أنا اللي أعمله. أنا مش عايز أفضل طول عمري الريسيفر، أنا لازم أكون سندر، لازم أكون أنا عندي الأبر هاند طبعا. وبالتالي لابد من إعادة تخطيط شامل كامل. بعض الناس تقول ما لاش نعول قوي على ان احنا هنعمل صناعة مصرية في السيارات 100%، احنا خلينا نشتغل اكتر على ان المصانع الكبيرة اللي في العالم تفتح عندي. يقول لهم طب ما هي بتفتح وفي عندي لسه كمان مدينة السيارات بتتعمل في بورسعيد، فهيبقى فيها استثمارات من النوع ده. بس انا كبني ادم مواطن داخل على 50 سنة، هيقول لي بلاش تقول 50 49 و3 اشهر لسه بدري، احنا هنعمل ايه بقى؟ اروح انا بقى؟ لا بالابواح، ما حدش فينا هيروح، ده احنا الاجيال الذهبيه. انه ليه ما اعملش في وقت من الاوقات يا رب بعد 10 20 سنه يبقى في عندي براند مصري، خصوصا في ظل التطور السريع مثلا في صناعه عربيات الكهرباء، وبعدين صناعه عربيات الهيدروجين في حته تانية بداوا يشتغلوا عليها. انا عايز اركب القطر ده من بدري. هو الحقيقه احنا لازم نركب القطر ده من بدري، وده الوقت اللي احنا نركب فيه القطر. ما هو انا لازم اركب القطر في الوقت السليم المظبوط زي ما قلت لحضرتك، ولا زي ما في ناس ثانيه تقعد تكسر مقاديفي ويقول لي لا لا لا، بالعكس احنا دلوقتي بقينا مؤهلين. طب لما حصلت الازمه ومليش عارفين نستورد اي حاجه، مش قلنا هنشتغل بالمنتجات المصريه؟ صح، وقدرنا ان نطلع منتجات كويسه جدا ونجحنا في تصنيع حاجات كويسه جدا. احنا مش عايزين نستسهل، احنا عايزين ننتج. احنا دوله كبيره، عدد سكانها كبير، دولة عندها 2 مليون فرد كل سنة بيجوا، عايزة 200-250 ألف فرصة عمل كل سنة يتفتحوا. ده مش هيجي غير بعدد كبير جدا من المصانع والإنتاج، سواء زراعي أو إنتاج صناعي أو محجري. دول مصر دولة محجرية قوية جدا، عندها مواد خام لازم ما تطلعش غير مصنعة. الثروات التعدينية اللي عندنا طبعا. إحنا كانت أكبر نسبة في صادراتنا السنة اللي فاتت إيه؟ مواد بنا، مواد بنا وصناعات معدنيه، 8.8 مليار دولار القطاع ده لوحده. طب ندخل على القطاع الزراعي، القطاع الزراعي ده ممكن يضرب ارقامه في 3 و4 و5 لو عظم العمليه الانتاجيه بتاعته واشتغل زي باقي دول العالم ما تشتغل. الصناعه الزراعه بقت صناعه. صح، حضرتك قلت. ايوه، بقت زراعه من اول الانتقال بذور، لان انا ازاي ازرع مثلا في مده شهر ممكن اطلع نفس المنتج ده في اقل من شهر. على فكره ممكن الفدان اللي كانت انتاجيته مثلا 7-8 طن ممكن تبقى 70-80 طن. فالتوسع الراسي ده مهم جدا سواء في الصناعه او في الزراعه. تنميه مهارات الناس مهمه جدا. عندنا صناعات احنا بنغفلها، عندنا صناعات بسيطه وسهله نقوم بيها، اللي هي صناعات يسموها صناعات صغيره ومتناهيه الصغر. دي تقدر تعتمد قرى بالكامل، تقدر تطلع منتجات قويه جدا، يا اما تبقى مستلزمات لصناعه ثانيه. وحدات انتاجيه صغيره، وحدات انتاجيه صغيره زي الصينيين بيشتغل بوحدات انتاجيه صغيره في الاخر خاص بتغذي صناعه كبرى. طبعا، او ان انا ابيعها منتج نهائي. فلابد احنا يبقى عندنا تخطيط على كل المستويات ونشتغل، لكن البلقات هتيجي من صناعات ضخمه كبيره، مصانع الدوله بتقوم بها ضخمه كبيره، مصانع قطاع خاص قويه جدا ما عندهاش اي خوف ولا اي رعب من ان اي صناعه تانيه تنافسها. الحوكمه والقوانين اللي احنا اشتغلنا عليها زي ما حضرتك ذكرت، وغيرنا احنا قانون العمل وقانون ضريبه التامينات، وغيرنا قانون الجمارك، وغيرنا القوانين، وغيرنا قانون الاستثمار 7-8 مرات، ومستعدين نغير وبيتعدل عليه ونمشي معاه نعدل طبقا للمتغيرات المتغيرات طبعا. يعني انا كنت بتكلم مع رئيس هيئه الاستثمار المستشار حسام هيبه، الحقيقه راجل متفاهم جدا وبيتكلم يعني وعنده رؤيه كويسه جدا. ولما اتكلمنا عن التوسع في الرخصه الذهبيه، طب احنا عايزين البيروقراطيه نضربها في مقتل، علشان هي دي اكبر معوق في تنفيذ القوانين، البيروقراطيه. عشان كده احنا قلنا الرخصه الذهبيه هتسهل للناس كتير قوي. طيب والناس اللي موجوده عايزين نعملها او نتوسع في قواعد او اشتراطات الرخصه الذهبيه للناس اللي عايزه تشتغل ومش هتشتغل، مش هتدخل تحت مظله الرخصه الذهبيه. يعني عايز اللي عايز يعمل رخصه ياخدها بسرعه، ليه ياخد وقت فيها؟ عايز اللي محتاج طاقه كهربائيه ياخدها بسرعه. احنا هو ليه اشتراطات تيجي يتقدم بيها لهيئه التنميه الصناعيه؟ انا اعمل الصناعه
الفلانية ويتقدم بالمساحة وبالأرض وبعدد العمال وبالاستثمار وبرأس المال وبكل شيء على طول، ياخد الرخصة ويشتغل وينتج. والفصل بيني وبينه أنه هو التزم. هناك من يخطئ، اللي يخطئ يتحاسب يطبع طبعا القانون، لكن طبعا ما تعاقبش الباقي بناء على اللي أخطأ. وبالتالي نجري بسرعة جامدة جدا، ويجري القطاع العام، يجري القطاع الخاص كله، أهلا وسهلا يجي استثمارات أجنبية، أهلا وسهلا يجي استثمارات محلية، أهلا وسهلا رواد أعمال وشباب. صح، لابد ندخل الناس كلها. المرأة لازم تدخل في العملية الإنتاجية، مش بس عاملها لكن تدخل كمان كرائدة أعمال طبعا. ما هي دي كمان أهداف التنمية الشاملة المستدامة اللي موجودة اللي على مستوى العالم اللي المنظمات الدولية بتحطها. ما أنت لازم تراعي العدل في تشغيل الأطفال، في محاربة الفقر، في تشغيل المرأة، في عشان المجتمع يشعر بالعدالة، وبالتالي المجتمع يشعر بأهداف التنمية اللي بتتعمل الكل يستفيد بيها. فالنهاية المجتمع لازم الحكومة مع الدولة الاثنين مع بعض، مش هينفع واحد لوحده. هل الاستثمار زي ما اتقال كده، الاستثمار الأجنبي المباشر أصبحت نظرته أكثر تفاؤلا بالنسبة لي؟ يعني أنا النهاردة لو عاوز أجيب المصنع الفلاني من أوروبا، المصنع العلاني من أمريكا، المصنع الترتاني من اليابان، وأقول له تعالى اشتغل عندي هنا، هل أصبح مستعد لده أو عنده قابلية أعلى عما سبق؟ طبعا طبقا للتقارير الدولية، مصر دلوقتي من أحسن الدول في المنطقة، وعلى فكرة طبقا للتقارير الدولية، أنا مش بقول الكلام ده كده لكن أنا بقول تقارير دولية، من أفضل الدول في معدلات النمو في الصناعة. لكن أنا أقول لك مثلا في أكثر من 14-15 رخصة ذهبية. أنا قلت لحضرتك في مصنع بس بتاع أجهزة منزلية 400,000 متر مربع عملهم في سنة. وفي ثلاث مصانع، يعني مصنعين من الصين ومصنع من تركيا، في قطاع الهيدروجين الاخضر في استثمارات كبيره قوي داخل، في من الاتحاد الاوروبي في 4-5 دول دخلت، ده رخص موجوده. اوكي، وفي جذب للمزيد من هذه الاستثمارات. بس هو النهارده المستثمر الاجنبي هيجي لما اشعر المناخ سليم، المناخ محاوكم جيدا، صح، المستثمر المحلي مرتاح كمان وشغال مرتاح، وبالتالي الصناعه هتبقى المناخ جاذب للمستثمر المحلي، ما هربش المستثمر المحلي يتوسع، ما يفضلش واقف. زي ما قلت الصناعه تطوير مستمر راسي وافقي. المستثمر المحلي والاجنبي يعني لابد يكون في معايير، لازم المعايير، لازم في معايير الناس هتيجي. طبعا دكتور كمال، مش قادر اوصف لك مدى سعادتي جدا جدا وكم الاستفاده اللي انا حصلت عليه الحقيقه في الحلقه النهارده بوجود حضرتك. نورتنا وشرفتنا واسعدتنا، وهنستأنف في الكلام حول مستقبل السيارات الكهربائيه واحنا بنتمشى. كل الشكر لحضرتك جدا دكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات. كلام شديد الواقعيه زي ما كنا بنقول كده، هقرا لكم بالظبط والله عشان ده كان اقتباس من كلام دكتور كمال مش كلام انا. فدكتور كمال كان كاتب بيقول إيه؟ بيقول يعد هذا الكتاب الأول من نوعه في مجاله، فهو يربط بين الجانب التنظيري والواقع العملي، وهو استراتيجية واضحة ومحددة المعالم يمكن من خلالها النهوض بالصناعة المصرية وتعظيم الصادرات. فاللي انتوا سمعتوه ده هو ترجمة حقيقية لأول سطرين في هذا الكتاب، وسوف تتعدد إن شاء الله اللقاءات. أشكر دكتور كمال مرة تانية، أشكركم جدا. ثواني يكون موجود معنا حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. أما احنا لو كلمنا العمر فنقاولكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.